تستعد مدرسة متوسطة البندرية بالهفوف بمحافظة الأحساء لتطبيق نظام بصمة الوجه تسجيل حضور وانصراف طلابها بدءا من الأسبوع القادم. وقدم أحد معلمي المدرسة شرحا عن النظام من خلال مقطع فيديو نشر على حساب المدرسة وتداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وبين المعلم أنه تم تركيب 3 أجهزة بالمدرسة منعا لازدحام الطلاب على التوقيع مع وجود كاميرات مراقبة وكاميرات موجودة بالنظام لضبط عملية التسجيل والتوقيع. وفيما يتعلق بتسجيل خروج الطلاب قبل انتهاء الدوام لابد أن يسجل الطالب بصمة خروج من المدرسة من خلال الوقوف أمام شاشة التسجيل أمام شاشة لتسجيل بصمة انصرافي بشكل نظامي. وفي حال خروج الطالب قبل أن يسجل انصرافه من الجهاز سوف تصل رسالة لولي أمره بأن ابنك هرب من المدرسة. خلونا نشوف هذا الفيديو اللي يتكلم عن بصمة الحضور والانصراف في المدرسة. السلام عليكم. هذا نظام بصمة تم تركيبه في أكثر من زاوية من زوايا المدرسة لتسجيل حضور الطلاب. يجي الطالب الصباح ويوقف قدام الشاشة فيسجل هذا هنا بصمة الوجه. يسجل حضور الطالب من خلال بصمة الوجه. ويسجل حضور الطالب قبل الساعة 7. إذا صارت الساعة 7 ودقيقة وما حضر الطالب يكون بدأ الطابور، فتوصل رسالة على الجوال لولي الأمر بشكل أوتوماتيك أن الطابور بدأ وأبنك غير موجود. إذا صارت الساعة 7:15 يعني 7:15 دقيقة ويكون الطالب أيضا ما سجل حضور، توصل رسالة ثانية لولي الأمر أن الطابور انتهى وأبنك غير موجود بالمدرسة. إذا جت الساعة 8 وأيضا كان الطالب ما حضر توصل رسالة أوتوماتيك لولي الأمر أن ابنك غائب عن المدرسة. أيضا في تسجيل خروج يعني قبل انتهاء الدوام والخروج من المدرسة لابد الطالب أيضا يسجل بصمة خروج من خلال الوقوف أمام الشاشة هنا أساس أنه يخرج بشكل نظامي. لو خرج من المدرسة بدون ما يسجل خروج راح تصل رسالة لولي الأمر أن الطالب هرب من المدرسة. ما شاء الله، الآن بصمة الحضور والانصراف ما وصلت حتى الموظفين، وصلت حتى طلاب المدارس. يعني أنا أتوقع أنها يعني نقلة نوعية للتعليم، راح يكون فيه ضبط للطلاب داخل المدرسة وعدم خروج الطالب بدون إشعار ولي الأمر. تعرف الآن التقنية وفرت الكثير على المعلمين وإدارة المدرسة.